عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. هي لسعيد بن حمد بمصرعه الاحبابي، بينما همسه فاجاتنا هنا في الامتار الاخيره لراشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي لكتبي قاطعه المسافه في 12 دقيقه 43 ثانيه، خمسا من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. التواصل يستمر اذا مشاهدينا الكرام في مساء هذا اليوم، حيث ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالقعدان في هذه الأمسية وفي روائح هذه الأمسية في منافساتها وانطلاقاتها الموفقة بإذن الله تعالى للجميع. نسير بحضراتكم مع انطلاقة شوطنا الخاص بالقعدان في أمسية اكسبو لهذا اليوم الذي يسبق يوم الختام، حيث تابعنا وشاركنا مع انطلاقاتها منذ سن الحقائق، وفاز من فاز، نال على الانتصار من سار على هذا الطريق، ومن جد واجتهد لينال الانتصار والناموس في ميادين السباق. إلى مقدمة الشوط والمركز الأول، حيث يتقدم شاهين سلطان محمد الاجتبي يتقدم في المركز الأول، نقل إلى المركز الثاني. هذه مشاهدين الأعزاء أو هذا هو المهندس علي بن سالم بن حمام الاجتبي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث نايف حمود بن حميد اليديلي منتقلا مباشرة إلى المركز الثالث. أنتقل إلى المركز الرابع وأشاهد شاهين أحمد بن محمد بالأسود العامري يصل مشاهدين الكرام في هذه المنافسة مع شوطنا العاشر إلى المركز الرابع. المركز الخامس نصل إلى مواجهة مغذي خميس بن سليم بن راشد العويسي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة. أسير إلى المركز السادس، أتابع في هذه اللحظات انضمام لسادس المراكز من قبل مرموق علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي محتل المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر، هذه اللحظات هناك أشاهد. هذه مشاهدين الأعزاء انطلاقة الواعي، خالد بن محمد بن معتوق العامري يصل يحتل المركز السابع، بينما في المركز الثامن يأتي شعار حياب مطهر بن حاذي الاكتبي مقدما هملول على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع وصل الآن مغادر سيف بن درويش بن عاطف المزروعي، هالي الطوية وهالي ميدان بوسمر حاضرين في هذه المنافسات يحتلون المركز التاسع والمركز العاشر. هذا هو مشاهدينا حبوب علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يصل ليتقدم إلى المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى في برنامج هذا الشوط، اندفاع وتحدي وتنافس وانطلاق، ولكن تبادل المراكز لا بد أن يكون في منافساتها وانطلاقاتها القوية، حيث في هذا المساء مشاركة مع مهرجان اكسبو. أعود إلى المقدمة وأعود إلى أهالي المدام، إلى أهالي المدام حيث المركز الأول، حيث الانتصار. ها هو أمامكم المهندس يقود هذه الجعادين الثنايا في هذه الأمسية إلى المركز الأول، إلى انطلاقتها. هذا الهندس علي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي يسيطر على ناموس هذا الشوط، بينما في نايف لحمود بن حميد بن محمد إلي ديلي تقدم بهذه اللحظات، خذ المركز الثالث. النقل إلى المركز الرابع، شاهين سلطان بن محمد الاجتبي محتلا المركز الرابع في هذه اللحظات. أنتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس وصل الآن وتقدم شاهين أحمد بن محمد بالأسود العامري في المركز الخامس. المركز السادس وصل مرموق علي بن سالم بن سليم الاجتبي يحتل هذا الموقع، يتقدم إلى المركز السادس.
السادس، المركز السابع. الآن وصل مشاهدينا الكرام الدبلوماسي سعيد بن محمد بن قطامي العامري يصل إلى المركز السابع، بينما الواعي في المركز الثامن خالد بن محمد بن معتوق العامري، وتاسع المراكز يصل شعار بن درويش. هنا في هذه اللحظات هنا مغادر لدرويش بن عاطف، سيف بن درويش بن عاطف المزروعي ياتي تاسع المراكز، والمركز العاشر هذا المركز العاشر وصل الآن السليماني ناصر بن عبد الله الهاشمي يصل يحتل المركز العاشر. هكذا إذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل في كل مكان، انطلاقة تلو الأخرى، تنافس وتحدي بين الجعدان في هذه الأمسية لنيل الفوز والناموس والانتصار. الرقم واحد، الكل يبحث عن الرقم واحد. أعود إلى مغذي، مغذي مسيطر على ناموس الشوط. هنا في هذه اللحظات سعيد بن سليم، سعيد بن زليم العويسي يتقدم المشاركين وهو مسيطر كل السيطرة على ناموس هذا الشوط. الآن في المقدمة حاضر في هذا التحدي، النقلة إلى المركز الثاني، بن سليم واصل مع المهندس في هذه اللحظات، في هذه اللحظة علي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي يصل ياخذ المركز الثاني، اسير الى المركز الثالث، وهناك ياتي في هذه اللحظات هذا هو نايف حمود بن حميد بن محمد اليديلي خذ المركز الثالث. وصلنا الى منتصف الطريق، الى منتصف الطريق نحو الانتصار وتحقيق الناموس. المركز الرابع يصل بن سليم مع مرموق، مرموق واصل مع بن سليم في هذه اللحظات، علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي، وكذلك الجانب الاخر يحضر شاهين سلطان بن محمد الاكتبي، وصل خذ المركز الخامس، المركز الخامس، بينما ياتي شعار بن قطامي يحتل المركز السادس. الدبلوماسي سعيد بن محمد بن قطامي العامري وفي المركز السابع، الآن وصل المركز السابع، وصل بن درويش مع سيف بن درويش بن عاطف المزروعي يقدم لنا مغادر، يبغي غادر عن الجميع في هذه المشاركة، كذلك شعار بالأسود وصل 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 في هذه اللحظات. بالاسود العامري يتقدم مشاهدي الكرام مع شاهين، شاهين احمد بن محمد بن زريه بالاسود العامري، والحافري يقدم ادهم سالم بن خلفان بن حمد الحافري، وصل خذ المركز الخامس الى المركز الرابع، الى المركز الرابع الان او الخامس، بينما في المركز السابع شاهد بن قطامي. هذه مشاهدين الاعزاء فئه هذا الشوط المركز العاشر وصل بودعي، ولا هذا هو الزام سعيد بن محمد بن عبيد الشامسي يحتل المركز العاشر. هذه نتيجتنا لعشر اسماء حاضره حتى هذه اللحظات. يا سلام، هذه مشاهدينا الكرام عشره من الاسماء القعدان الثنايا، يا سلام، شوط يعني مفتوح بين المهجن والمحلي، بين المحلي والمهجن، نرصد من الفائزين. يعني شوف شوف يتصارعون اهل الهجن دائما بكسب الانتصار، كسب المركز الاول عند النهايه هو مطلب جميع الملاك والمضمرين، مطلب فني بلا شك ومشروع. عوده الى المركز الاول، ما شاء الله مغذي مسيطر، مغذي مغذي مغذي، تعود ملكيته لسعيد بن سليم بن راشد العويسي يسيطر على ناموسي هذا الشوط، بينما الجانب الاخر، الجانب الاخر يتقدم شاهين سلطان بن محمد الاكتبي، وصل خذ المركز الثاني من خلال هذه اللحظات. اشوف المركز الثالث، المركز الثالث وصل اسم جديد، هذا انضم الى اللائحه، لائحه الشرف لهذا الشوط، المهندس علي بن سالم بن حمد بن سليم، وكذلك النايف حمود بن حميد بن محمد اليدين يتقدم رابعا، المركز الخامس الحافري، ادهم 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 سالم بن خلفان الحافري وصل خذ المركز الرابع او الخامس. ايها الحفل الكريم، المركز السادس وصل بن قطامي مع الدبلوماسي سعيد بن محمد بن قطامي،
العامري، ولكن شوف المجموعة القادمة ما شاء الله. هو شاهين سهيل بن سلطان بن تريا ملك تبي أيضا واصل في هذه اللحظات من الجانب الآخر. الربيعي يتقدم، ولكن مهدي لمحمد بن سليم بن حمود الدرعي وهناك الله هذا اللي وصل سياف محمد بن علي محمد بن علي الربيعي المنصوري. يا سلام الله، او المنصوري بالفعل. عموما على كل حال يلا هذه الاسماء اللي ذكرناها احضرت ال 1500، ولكن اعود الى الحافري. ما شاء الله قدم ادهم في هذه المشاركه، ادهم سيطر ادهم على ناموس الشوط. سالم بن خلفان بن حمد الحافري يتقدم اذا مشاهدينا الكرام على مقدمه الشوط. ادهم يسيطر، لكن هناك شاهين خادم سهيل بن سلطان بن تريف الكتبي. مشاهدين الاعزاء ينضم الى القائمه قافله الناموس، لكن بن سليم مع المهندس بن سليم يصل، علي بن سالم بن حمد بن سليم في المركز الثالث، ولكن شاهين في اول ندى لشاهين من خلال هذه المشاركه، من خلال هذا التحدي. ما شاء الله متعب بن حمد بن متعب العامري يحصل الى المركز الرابع المركز الخامس لسعيد بن زليم العويسي. 1200 على خط النهايه، والمهندس هندس الشوط. الله عليك يا بن سليم، علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي ما شاء الله سيطر على ناموس الشوط، لكن بواب 11 قادم متعب بن حمد بن متعب العامري مع السلالة الشاهينية، شاهين على القائمة، شاهين على القمة، شاهين الآخر قادم سهيل بن سلطان بن تريا ملك تبي، ولكن بواب 11 مشاهدين الأعزاء تنتصر تفوز حتى اللحظة. هو شاهين يبعد عن الجميع في أول ندى، احتل الثاني، في ثاني ندى انتزع الناموس. هو شاهين ينتزع ناموس الشوط. ثانيا المهندس علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي المركز الثالث. وصل جمر مطر بن محمد بالرفيعة. يلا يا اهل العوير، ولا اهل المداب، ولا اهل السود، اهل المداب هندسوا للشوط ثم خططوا له. الله يا بن سليم، علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي، ولكن بالرفيعة قادم ابو عبد الله خادم مطر بن محمد بالرفيعة. يا جمر اللحظات الاخيره، جمر يمر ولا ما يمر؟ مر ما ينام جمر اللحظات الأخيرة. المهندس جمر المهندس علي بن سالم بن حمد بن سليم آلي المداب وجمر يحاول اللحظات الأخيرة. يا بن رفيعة اللحظات الأخيرة يا للعوار، ولكن المدام التحية والسلام للمدام، المدام علي بن سالم بن سليم. تهانينا والناموس على فوز المهندس بالمركز الأول، تهانينا على هذا الانتصار. المركز الثاني جمر مطر بن محمد بن رفيعة. المركز الثالث حضر هنا في هذه اللحظات جذاب خالد بن المر بن حلوة. والمركز الرابع وصل شاهين متعب بن حمد متعب العامري. والمركز الخامس هو شاهين لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي. هكذا كانت النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء. نعود بالتوقيت الزمني، شوط حافل بالإثارة والتحدي، ولكن المهندس استطاع أن يخطف هذا الناموس. علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي ثاني الناموس. 12 دقيقة 43 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية على هذا الفوز، وسلام للمدام. سلام جمر حلة في المركز الثاني، مطر محمد بن رفيعة الفلاسي ب 12 دقيقة 43 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية ثانيين على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث كان شعار خالد بن مر بن حلوة، حضر مع الجذاب، قطع المسافة 12 دقيقة 45 ثانية وجزئين من الثانية ثانيين والناموس للجميع على الفوز والانتصار والمشاركة القوية. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا